هلا هلا لي في جيسبر كو فوز علي بيان. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناه بيل فام او فويي. فلوج جديد ونهار جديد بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هذا لو جونغ ديال لي فيديو. ونشارك معكم النهار ديالي بكل ما هو ايجابي. فبديت لكم بتعقيم لي جوي ديال الوليدات الصغارين. ردوا ليهم البال لانهم كيبقاو يديروهم هكذا في فمهم وتيبقاو يتلاحوا هكذا الارض. وسيرتو انا عندي القط، دونك مره مره نديروا ليهم شويه ديال الخل وعقموهم. وغادي نمشي نحضر لا سوب ديال لو جوغ. فاليوم بغيت ندير واحد لا سوب البيبي بحال شكل سالاد. فهنايا درت لي شويه ديال الخيزو، شويه ديال الباربا، وشويه ديال الخس. وصافي بالنسبه للبروتين فغادي نسلق ليه بيضه بوحدها، وغادي ناخد غير صفر فقط صافي. وغادي نحضر او ميم طون واحد الكوتي، واحد الحلوه اللي كتجي غزاله وكتجي هشيشه وغادي تنفعكم مع الكوتي ديال وليداتكم. هي حلوه السميده والكوك. فهنايا كما شفتوا خديت زوج ديال البيضات. فهاد الكميه اللي غادي نعطيكم راه هي ما كتخرجش بزاف، كتخرج غتشوفوا كميه قليله واحد الطبيسيل، ولكن الا بغيتوا ضاعفوا المقادير. فهنا خديت جوج بيضات، درت ليهم شويه ديال الملحه، ضفت واحد نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت. وشفتوا المقادير بسيطه صافي. هنايا درت واحد الكاس ديال الكوك اللي كيعطيها واحد النكهه خاصه. وغادي نضيف حتى القشره ديال الحامض غادي نحكها. سينو الا بغيتو تكون فيها لوغو ديال الفاني ديروه، غير هو زعما سيميو لوغو ديال الحامض، كيجي واحد لو ميلونج ما بين هذاك الكوك والحامض زوين بزاف. غادي تشوفوني هنايا صافي. يعني المهم غادي نحك الحامضة وصافي، غادي نبدا نخدم بيديا. بالنسبه للسميده فكتكون السميده الرقيقه اللي تنديروا بها الحرشه. فهنايا هزت ليا واحد جوج كيسان ديال العنبه. نتوما غادي تشوفوا على حسب السميده، حيت كاينه السميده اللي كتشرب دغيا. وبالنسبه للخميره فغادي ديروا واحد ساشي وحده، ديروا واحد جوج كيسان وبقاو يعني تشوفوا. بالنسبه للعجينه فكتكون خفيفه، ما تقصحوهاش. غادي تشوفوا معايا فريمون انها كتجي خفيفه، كتبان لكم خفيفه ولكن ملي كتبغيو تجمعوها بيديكم كتجمع. راه هذيك القصوحيه اللي كتقصحوها هي باش كتجيكم قاصحه. دونك هنايا غادي نحاول انني غير نجمع، يعني ما ندلكش باش ما تنشفش ليا العجينه، غير نحاول نجمعها. وكما شفتوا يعني كتبقى هكذا يعني خفيفه بزاف صافي. غادي نخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق بما شعلت الفران، لان الفران خاصو يكون سخون. وغادي نقاد لو بابي كويسون في الطاوه ديالي. دونك هنا وجدت واحد الطبسيل فيه الكوك مع سنيده مخلطين، سينو تقدروا ديروا حتى السميده على حسب فاش بغيتيو تفندوها. وهنايا درت واحد الكاس ديال الزهر، سينو تقدروا ديروا حتى الماء باش هكذا ما تلصقش ليكم في يديكم. يا صراحه راه ما تتلصقش، ولكن هذاك الزهر كي بحال اللي كيعاوننا شويه باش كدلك صافي. كديروها كويرات صغارين لانها غادي تزيد شويه غادي تكبر ليكم. وفي هاد الاثناء راه انا شعلت الفران لان الفران تيكون سخون. غادي ندخلوها للفوق حتى كتحمر لينا، وابخي كتشعلوا عليها لتحت. Thank you.
والحليوه ديالي ها هي واجده كتجي على هاد الشكل. ردوا ليها البال البنات، راه دغيا كطيب ودغيا كتحمر. من الاحسن بالنسبه للفران يكون ناقص شويه، وكتجي هشيشه، وكيجي هذاك لو ميلونج ديال الحامض مع الكوك، زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. وحتى القط ديالي ما غاديش ننساه، فهنايا كان عندي شويه ديال السردين، قطعت الخضره، شويه القرعه، خيزوه، بطاطا، صافي، ودرت الماء الكافي وغادي نخليهم يطيبوا. ما كنديرش ليه انا لي زيبيس نهائيا. ملي صافي كيطيبوا كيبقى غير شويه ديال الماء، كنبدا هكذا كنمعك حتى كنحصل على اون بوري، حتى كينشف هذاك الماء، وكديروها في بورت مونجي، كتبقى في الثلاجه وكتبقاو تعطيوه منها مره مره، كتبقى صابره اون سيمين. وحتى الناس اللي بغاو هكذا يديروا الخير في القطوط ديال الزنقه، ها هي يعني راه غير حبه حبه من الحاجه، واحد زوج ديال السردينات راه قضيه الغرض. وهنا البنات كنت مشيت لمرجان ماركت حيت بغيت نصايب شي حاجه اللي خفه نزربان هكذا للغدا، لان ديجا غادي نخرج. وهنايا كنت جبت هادوك لي نوغات بولي، بانوا ليا اون بروموسيون ب 25 درهم. اول مره صراحه غادي نجربهم، وخديت لاصوص برجر، وخديت هادوك لي شيبس ديال التومه والبصله يي بدرهم من مرجان ماركت، صراحه زوينين هادوك. وصافي، وجبت لدان فيمي، وجبت خبز العيش اللي كينفعني بحال هكذا في الحويجات اللي كنبغي نصايب زعما خفه نزربن. وسيرتو يعني انايا يعني كنصوم، يعني كينفعني في الفطور. ف يعني غير داك شويه الله يرحمنا ب 70 درهم، يعني غير تخربيق صراحه. بالنسبه للنوغات فقليتهم، هما جاوا مقرملين، ولكن بالنسبه للوغو ديالهم عادي، يعني ماشي شي حاجه دواو، و كتبان فيهم ديك البنه ديال الدجاج. خاصكم ضروري ترافقوهم بان صوص، دونك كيصلحوا هكذا في لي ساندويش احسن. انا حت وحدين ضيقاهم بالفخوماج احسن. دونك هنايا درت الساندويش فيه شويه ديال الخوص، شويه ديال الفخوماج، وشويه ديال لاصوص، ودخلته هكذا الفران تقرمل. صافي، ورافقت هنايا يعني لو بلا ديالي بشيبس ولي نوغات، شي حاجه باش نديباني وصافي. واخا هادشي راه ماشي صحي، ولكن مره في شحال ماشي مشكل. صافي، وهنايا درت كويس ديال اتاي، وغادي نمشي نلبس حويجي وغادي نخرج.
و ابخي كنعيط ليا ليفرور، دونك هنايا كومونديت واحد لي بارفان. اول مره صراحه غادي نكوموندي من هاد لاباج هادي سوغ انستغرام اللي هي لي بارفان، واول مره غادي نكوموندي هاد لي بارفان اللي خديت، يعني ماشي لي بارفان اللي موالفه كندير. غامرت واحد المغامره، حتى ندير لكم واحد لا ديسكريبسيون توتال على هاد لي بارفان هادو، واش مزيانين ولا لا، على كل وحده وكيفاش دايره. دونك كنت خديت اميرة العرب اول مره، غادي ناخد شي بارفان شرقيه. جاتني واحد لا كيوريوزيتي نشوف هذيك الضجه اللي دايرين على هاد اميره العرب، يعني دو كوا يساجي. خديت اميره العرب، خديت غبار الذهب، خديت مونغيرلان ايدول و مون باري. دونك هادو هما لي بارفان اللي خديت هاد المره هادي، حتى ندير لكم ان شاء الله واحد لا ديسكريبسيون توتال. وهنا تقريبا كانت الساعة 8:30. أسهل حاجة العشاء هي لي سوب، كندير لي سوب بزاف لا بيريود ديال البرد، كيجيوني ساهلين وكيجيوني هما لي ديال هاد البرد هذا. فلا سوب ديال اليوم راه ديجا مشاركاها معاكم سوغ لاشين ديال الخضرة والشعرية، كتجي بنينة ودغيا كطيب حتى هي. دونك هنا ما شاركتهاش معاكم باش ما نعاودش لكم لي ميم غوسيت، ما ديوش على هذيك الكوكوط. ما عرفتش الكوكوط البنات درتها في لافيسيل صراحة، نقاتها ولكن تحيد لي داك اللمعان، يعني رجعتها ليا كري، ما عرفتش وين لقيتها من البرودوي ديال لا فيسيل. ابخي صلاه العشاء هنايا قريت ما تيسر من القران الكريم، الله يتقبل منا، وصافي. وهنايا جات، يعني جا اخر ديال النهار، هنا غادي نلبس التقشرات هما اللي كينفعوني هادو، ولكن ما تباتوش بهم البنات، يعني ما تنعسوش بهم، لان سي دي كونسيي المسامات كيكونوا كيتسدوا، وخاص لوكور ديالنا يعني يتنفس في الليل. صافي هاد التقشرات هادو صايبتهم ليا ماما صاحبتي الله يطول ليها في العمر، وصافي. وغادي ندهن الوجه ديالي بلا غوش بوزاي، وصافي غادي نقول لكم هنايا بونوي. جيت نهايه ديال لا فيديو، نتلاقاو في فيديو جديده، خليتكم على خير، بسلام عليكم.